بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درس فيه أسماء الإشارات. هي كل اسم يدل على شيء معين أو اثنين أو أكثر نشير بإصبعنا نحوه وبجملة مفيدة، يعني نشر مصر عن معي وبيش جملة مفيدة، يعني هو دائما يكون اثنين أو أكثر، مرات واحد وشر. أسماء الإشارات بها المذكر تقصد المذكر والمؤنث، وأكثر من المؤنث والمذكر. أكو هسه مثلا أنا عندي المذكر فقط، للمفرد هذا، من أريد أن أشر على مفرد مذكر طبعا هذا وهذا وهؤلاء، هذه أسماء الإشارة أستخدمها فقط إلا للمذكر. مثلا عندي هذا ولد، هذا ولد، هذا نستخدمها إلا للمثنى، هذان ولدان. هؤلاء أستخدمها للجمع، هؤلاء أولاد، وهكذا. عندي للمؤنث المجموعة أسماء الإشارة للمؤنث اللي هي هذه وهاتان وهؤلاء، هذه فتاة، هاتان فتاتان، هؤلاء فتيات، وهكذا. عندي هنا للمتوسط البعد اكو اسماء اشاره استخدمها اما للمتوسط البعد، تستخدم بها للمذكر والمؤنث، مثلا ذاك ولد او ذاك مسجد، ذاك بحر، اما للمتوسط البعد لا قريب ولا بعيد. بنفس الحال اقول ذلك، ذاك مثلا فتاة أو طبيبة إلى آخره. إذا هذا اسم الإشارة ما عندي أستخدمه إلا للمتوسط البعد. عندي اسم إشارة آخر اللي هو ذلك، ذلك أستخدمه إلا للمذكر البعيد، ذلك أستخدمه للمذكر البعيد، مثل ذلك ولد، ذلك معلم، هذا أشير إلى المذكر البعيد. المذكر والمؤنث مو شرط يكون ولد، لا، مرات نبات، حيوان، جماد، وغير ذلك، غير ذلك قلنا ماء، هواء، أو أشياء أخرى. عندي للمؤنث لكن بعيد، شنو هو اللي أستخدم المؤنث لكن بعيد؟ هو اسم الإشارة تلك، اسم الإشارة تلك، مثل تلك فتاة جميلة. إذا هذا اسم الإشارة ما استخدمه للمؤنث البعيد، شنو اسم الإشارة استخدمه للمؤنث البعيد؟ تلك. عندي مجموعة أخرى اللي هي تستخدم للجمع المذكر والمؤنث، للجمع المذكر والمؤنث، اللي هي أولئك، أولئك أستخدمها إما للمذكر والمؤنث، أولئك مثلا رجال، أولئك نساء، هذا إما أستخدمه للمذكر والمؤنث، اسم الإشارة أولئك أستخدمه للجمع المذكر والمؤنث. إلى هنا انتهى درس هذا اليوم. الله جميل بيكي، راح يكون حل التدريبات. شكرا لكم، وفي دروس قادمة إن شاء الله.